تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي، وبرعاية دكتور نيوتريشن. هذه تحياتي، محدثكم محمود يوسف العلي من خلف الميكروفون، ومعنا في التنسيق اليوم ميرا الغفلي، وفي الإخراج ميثبيات. بس خلص البرنامج وصلى الله وبارك. وعندنا منو؟ أختكم الصغيرة دكتورة ندى الملا. صباحكم الله بالخير. أنت وينك؟ هي والله ويني، كان عندي تقييم النجوم الحمد لله خلصنا. ليش تقصين عليهم تقولون أختكم الصغيرة؟ ها شنو؟ ها. منو 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 الأخت الصغيرة؟ ميثا أختكم الصغيرة، أنا أختم العودة، محمود أخوهم الأكبر. زين شكرا. عموما أرقام التواصل معنا 600-55-1414 ورسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على أكاونت نور دبي على إنستغرام، أو أكاونت هيئة الصحة على إنستغرام DHA_Dubai. زي طلع هذا الريال مع كولومبيا اللي قلت لك كولومبيا ولا جامايكا؟ قال كولومبيا. واحد يسلم علينا يقول جود نايت. زين عموما البارحة دكتورة كانت في عندنا مداخلة من المستمع، ذكريني باسمه ميرا، محمد اسمه صح؟ محمد. محمد الرقم اللي عطيته الكنترول حاولنا نتصل فيك كذا مرة، الرقم ما يشبك معنا، اعتقد ان الرقم غلط، فارجوك اذا تسمعنا اليوم ولا اذا حد يعرفه ويسمعنا يخبره، اللي تكلم على موضوع الاخطاء الطبية. زين فارجوك تتصل فينا اليوم ان شاء الله، يكون عندنا وقت على اساس نسمع القصة كاملة. ممكن انه بعد البرنامج بعد تعطيهم تحت اللي هو الرقم على كيفك، بس الله يخليك اتصل فيه لان الرقم اللي اعطيتنا اياه غلط. طقطقة الركبة قد تكون مؤشر خطر. هي فعلا محمود فعلا احنا بعد ما قريت الخبر، لا احنا دائما في العيادة لما يجون يشكون من الم الركبة نقول هل في طقطقة في الركبة؟ زين هذه دراسة حديثة توضح أن طقطقة الركبة قد تكون مؤشر يدل على الإصابة بالتهاب المفاصل قريبا أو فيما بعد، لذلك إذا كنت تعاني من طقطقة الركبة التي تسمى شو يسمونها بالإنجليزي؟ كريبتس. زين بشكل مستمر عليك الذهاب للطبيب والكشف بالأشعة السينية على الركبة. ليش الأشعة السينية دكتورة؟ عشان يعرفون وين الخلل في الركبة، الأشعة العادية ما تبين، أشعة يعني CT سكان. CT سكان ودري تليفونك شوي. لا مو الاشعه السينيه، الاشعه سي تي سكان صحيح. زين فقد قام الباحثون بتلك الدراسه على 3500 شخص. انا هذا بشله لانه يوترني يوم تدقين علي لاني اتصل بالعياده. فقد قام الباحثون بتلك الدراسه على 3500 شخص من المعرضين للاصابه بالتهاب المفاصل، وكانت تتراوح اعمارهم ما بين 45 لين 79 سنة، يعني في عمرك دكتور. عموما وكانت أسباب تعرضهم للإصابة متنوعة بين الشيخوخة والسمنة والتاريخ المرضي لإصابات الركبة. كان يتكلم معانا كان الدكتور العوضي من بداية الأسبوع أعتقد استضفناه، فكان يقول أن هذين اللي ينقعون أصابعهم يطرقعون يعني بالعامية. هي انزين بلهم ينقعون شعير، لا يعني لأن ما يعرفون شو يطرقعون. زين هي شو يسوي فيهم؟ هذا غلط يقول، إذا بتسحبه عادي السحب عادي، لكن إذا بتنقع كذا غلط يقول. طرقعة غير صحيح. حتى محمود ترى واحدة من أهم الأسباب عندنا في الإمارات، لأن وايد ناس عندنا مشاكل في ركبة، إحنا وايد نجلس جلسات غلط على الأرض، إحنا وايد نتربع، هي نتربع، فالتربيعة هذه
فعلا تؤثر على الركب. تنمل من وراها. اي والله الريد تنمل محمود. الريد تنمل وفيك الم حتى على طرف عضلات الريل. فرقعت الاصابع. اي فرقعه. شكرا فرقعه. يقول ما أن ميرا ميرا شوفي لي الانستغرام مال نور دبي ما الصوت ما بطالع يخبروني هنا كاتبين يقول ما نسمع شيء. عموما عزيزة الاستقبال تتصل دكتورة ترى أقول لك العيادة يتصلون في الفاصل برد عليهم. ما بعطيك تليفونك اليوم. الأسماك الدهنية تحارب الزهايمر. ففادت دراسة أمريكية حديثة بأن تناول الأغذية بأن تناول الأغذية الغنية بالأحماض الدهنية أوميغا 3 مثل الأسماك الدهنية قد تساعد في الوقاية من مرض الزهايمر. وأجرت دراسة باحثون بجامعة تكساس ونشرت في دورية مرض الزهايمر. زين. وقال فريق البحث أن ارتفاع مستويات الأحماض الدهنية أوميغا 3 في الجسم يزيد من تدفق الدم في مناطق الدماغ المرتبطة بالذاكرة والتعلم ويحد من الزهايمر والاكتئاب والخرف. فعلا. يعني بس دكتورة قبل لا نعلق على هذا الخبر اللي يسمعون عن نور دبي اللي كاتب ان احنا ما نسمع احيانا منو الدكتور الاثنين ان شاء الله احنا ثلاثة دكاترة انا ومحمود حشا شلق مبركب شلق شلق ايه انزين اقول شو دخل الشلق في الركب ما فهم لقيت فرقعت ايه فرقعة انزين اوكي الصوت واضح أوكي. ممتاز جدا. طيب دكتورة الزهايمر يعني هو مرض ما له علاج اكيد ولكن الواحد يقدر يحافظ عليه صحيح انزين يوصل يؤخر مثلا يكون خطر الاصابه فيه مثلا او انه حتى اذا اصيب انه يخليه في هذا المستوى صحيح. ما يتطور اكثر صحيح صحيح محمد. انا كنت اعتقد دكتور ان هذا المرض يصاب فقط كبار السن يعني بعد الستين انت شريحة الأكبر كبار السن بس ممكن يصاب فيه الأصغر سنا شوي خصوصا في تاريخ مرضي قوي. ايه الصدقين يعني اكتشفت ان في حالات في نهاية الثلاثين اصيبوا بهذا المرض صحيح صحيح بس هي عشان طمن الناس هي حالات قليلة يعني هو بالعادة يرتبط مع تقدم بالعمر بس لو تلاحظون احنا الدراسات نقولها في صحة وسعادة اكثر من مرة كنا نقول عن الخرف والشيخوخة والزهايمر كيف ممكن نقي نفسنا من الإصابة. طبعا الوقاية يعني احنا نتكلم عن الوقاية مو معنى وقاية 100% ولكن ممكن تؤخر الإصابة بالمرض او حتى اذا ما عندك تاريخ مرضي قوي تقلل نسبة إصابته لدرجة جدا قليلة. واحدة من الأسماك الدهنية طبعا شو عندنا الأسماك الدهنية السلمون والتونة هي من الأسماك الدهنية الجميلة جدا الغنية بالأوميغا 3 بس طبعا الناس اللي عندهم الكوليسترول العادي العالي أو إذا عندهم الدهون الثلاثية العالية والناس اللي عندهم مرض النقرس اللي هو التهاب المفاصل نتيجة ارتفاع حمض اليوريك لازم يمتنعون عن الأسماك الحمراء اللي هي التونة والسلمون ولكن بشكل عام لازم يكون ندخل ضمن أكلنا الأسماك الحمراء أو الدهنية اللي فيها نسبة عالية من الأوميغا 3. هذه واحدة من الطرق لتخفيف الإصابة وكنا قبل ذاكرين بعد العمل التطوعي وفي دراسة بعد طلعت تقول الناس اللي تستخدم عقلها دائما بالعادة تقل عندها خطر الإصابة بالزهايمر عكس الناس اللي يعني ما تمارس عمليات حسابية في عقلها. زين بالسوداني بنقول تقطيق الأصابع تقطيق زين هل نقص فيتامين بي 12 يؤثر على الزهايمر؟ بي 12 هو له علاقة بعمل الأعصاب هل هو له علاقة مباشرة بالزهايمر أو لا؟ لا ما أتوقع أنه له علاقة مباشرة ولكن ترى الزهايمر نفسه مرض صحيح نحن تم تشخيصه بس أسباب الأساسية 100% ما حيقدر يقولك هي والله هذا العلاقة فعلا وهذا ما له علاقة ممكن يكون العوامل المؤثرة بس فيتامين بي 12 فيتامينات المهمة يكون ناخذها كل يوم. نطلع فاصل دكتورة؟ نطلع فاصل. إنزين قبل فاصل نذكركم برقم التواصل معنا نحن بعد فاصل بيكون عندنا موضوع إن شاء الله شيق بتعرفون عليه. المهم 600551414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006 ومعنا إن شاء الله موجودين على DHA_Dubai إنزين ونور دبي إنستغرام. فاصل وراجعين. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. بالعافية دكتورة. الله يعافيك شكرا. صباحكم الله بالخير مرة ثانية مستمعين الكرام حياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة.
هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. طبعا نحن متواصلين معاكم. في عندنا مجموعة أسئلة الدكتورة كانت تتكلم, نحن نفتح الموضوع الزهايمر. في دراسة تقول الرجل الذي لديه أكثر من زوجة يقضي على مرض الزهايمر, شو رأيش في هاي الدراسة الدكتورة؟ هاي يمكن دراسة أنت مسوينها. لا والله واحد كاتب لنا هني هذا وصلاوي بعد هو اللي مسوي الدراسة شكلها. لازم تكتب اسمك عشان نقول على هو. طيب علاج اللي ما جاه نوم ايش يا دكتورة؟ هذا موضوع يبان نتكلم فيه دكتورة. كل يوم اسوي فحص دم وانا حاليا في العيادة للفحص اللي كان يتكلم على موضوع الدوار. شوف طبيب انف واذن حنجره. زين موضوعكم شو اليوم؟ احنا ما نقولكم موضوعنا, احنا ما نتكلم عن السكري. زين ما تحدث عن السكر والاستعداد لشهر رمضان. معانا عبر الهاتف دكتور محمد حسنين اختصاصي أول غدد صماء بمستشفى دبي. صباحك الله بالخير دكتور محمد. أهلا وسهلا, أنا استشاري السكري في مستشفى دبي. حياك الله, سامحنا اخطأنا في المسمى استشاري. والله دكتور سامحنا كاتبين الاختصاصي, لكن ما دام انك انت استشاري يعني هذا ما نسألك وايد أسئلة متخصصة بزيادة يعني. الله يخليك دكتور. طبعا دكتور إن شاء الله شهر رمضان الكريم بينا, وطبعا مرضى السكر يعني لهم أكيد في بعض الأسئلة تدور في بالهم, فنبتدي أول شيء تعطينا نبذة عن الخدمات والحملات التوعوية اللي بيقوم فيها المركز لمرضى السكر قبل دخول شهر رمضان مبارك. تمام, الحقيقة الزملاء في مستشفى دبي وفي هيئة الصحة بشكل عام نشيطين جدا في موضوع الاهتمام بالسكري في رمضان. بعضنا شخصيا, أنا شخصيا والدكتورة فتحية وزملاء تانيين اشتركوا في نشر التوصيات العالمية لكيفية علاج مريض السكري في رمضان, مش بس على مستوى دبي, على مستوى العالم. احنا برضو كقسم في الغدد الصماء بالتعاون مع مستشفى دبي, بالتعاون مع أقسام التغذية والتمريض وأقسام ثانية أخرى, بنقوم بحملة توعية بشكل مستمر لمرضى السكري. يعني بدءا من الأسبوع القادم إن شاء الله كل يوم اثنين وأربعاء في مستشفى دبي في جلسات توعوية لجميع المرضى اللي يزوروا المستشفى عشان يقدروا يعرفوا إمتى يقيسوا السكر في رمضان, يوم بالنسبة لهم آمن أو لا, نوع الأكل والشراب اللي ممكن يتناولوا في رمضان. والحقيقة ده تحط فيه مجهود كبير من زملاء مش بس في قسم السكري لكن في قسم التغذية وفي أقسام ثانية كتير. طيب دكتور نحن نتحدث يعني ما قبل رمضان, شو اللي لازم يسويه المريض قبل رمضان؟ لأن رمضان بقى نتكلم بشكل مفصل عن الأشياء اللي نبغي نطرحها في بهذا الغرض, لكن قبل رمضان مريض السكري شو الأمور اللي يجب عليه أن يتبعها؟ ممتاز, سؤال مهم جدا. المفروض أن كل شخص عنده سكري يكون بيتابع مع طبيب عشان يقدر أن هو يعرف على سبيل المثال النقطة الأولى مدى خطورة صيامه من عدم. ممتاز. عشان يقدر ان هو, لان كل شخص بيختلف من التاني على حسب تشخيص حالته وتعقيد الحالة. فدي النقطة الاولانية, واحنا حطينا في التقسيم ان زي اشارة المرور احمر واصفر واخضر. في واحد بيكون على درجة عالية من الخطورة وفي واحد بيكون درجة الخطورة عنده بسيطة. دي النقطة الاولى. النقطة التانية ان هو يقدر يفهم من طبيبه اي تعديلات مطلوبة في نوع العلاج, في توقيت العلاج, وفي كمية العلاج. فطبعا دي نقطة مهمة جدا بالنسبة للمريض, أعرف أخد علاجي الساعة كام وبأنهي كمية. صحيح. قياس السكر في رمضان مهم جدا خصوصا في الفترة اللي ما بين العصر والمغرب علشان أتفادى الهبوط السكري, وهو أكثر وقت بيكون فيه نسبة انتشار للهبوط السكري بيكون في فترة ما بين من الظهر للمغرب, بس بالتحديد أكثر من العصر للمغرب. لكن برضو القياس بعد الأكل نظرا لأن فينا كتير بيغير من عادات طعامه وشرابه في رمضان, وأحيانا بيحصل إفراط في بعض النوعيات اللي محتواها السكري يكون عالي. صحيح. محتاج أن أنا أعرف عشان أقدر أن أنا أعلم نفسي أعمل اللي عملته النهاردة ده بعمله بكرة ولا لا. صحيح. فطبعا المريض لما بيروح المستشفى أو بيروح للعيادة
سواء في الرعاية الأولية أو في المراكز المستشفيات بيقدر أن هو يعرف توقيت قياس السكر. جميل. دكتور في واحد يقول أنا عندي السكري 270 وأعمل تحت الشمس أحيانا، هل يجوز الإفطار؟ الآن مسألة الإفطار، إفطار المريض السكري من غير إفطار، هذا واحد دكتور. اثنين، يا ترى يعني شو هي الأنواع الخاصة بمرض السكري؟ فأنا أعرفها في أكثر من نوع وكل نوع له طريقة معينة للاستعداد لرمضان. بالنسبة لمسألة الإفطار هذه أعتقد في فتاوى فيها، انزين، لكن ترجع الى الطبيب يقولون دائما. مظبوط. الحقيقه احنا الوثيقه اللي عملناها بالتعاون مع الاتحاد الدولي الفدرالي للسكري كان فيها برضو رجال الدين طالعين، والوثيقه فيها الفتوى، والفتوى دي اكدناها من جهات كثيره سواء في داخل الدوله او خارج الدوله. بشكل عام المريض اللي هو بيجد عند نفسه مشقة كل رجال الدين قالوا ان العبرة بالشخص نفسه، ان هو يقول انا عندي مشقة وانا لا. صحيح. يعني خلينا نبسط الامر شوية. نفترض انا صحيت النهاردة من النوم في رمضان وعندي صداع شديد، هل انا هروح لطبيب يقول لي افطر او ما تفطرش؟ لا اكيد الواقع لا. انا باخد قراري بنفسي. صحيح. نفس الوضع بالنسبة للمريض السكري اللي يجد مشقة شديدة فهو عنده رخصة للإفطار، لأن ربنا قال إنه كان مريضاً على سفر. إحنا دورنا كأطباء إن لو هو حاسس إنه قادر يصوم وإحنا شايفين إن عنده خطورة في الصيام، إن ننصحه إن درجة خطورته إيه. فنمرة واحد الإنسان عليه إن هو يسأل نفسه، نمرة اثنين طبعاً يسأل طبيبه على مدى الخطورة الظاهرة، لكن يبقى الأمر في مدى تحملي للمشقة الخاصة بالصيام. ممكن. الشخص اللي بيعمل في الحر بدرجة حرارة عالية وبمجهود عضلي وفوق كده سكره مرتفع، السكر المرتفع بيسبب عطش. صحيح. بيسبب إرهاق. فده طبعا بالتأكيد هيحس مشقة أعلى من واحد قاعد في غرفة مكيفة ومستوى سكره يكون مظبوط. صحيح أكيد. طيب تفضلي دكتور، بس ممكن لمحة بسيطة للمرضى السكر، شو العادات الغذائية الخاطئة لمرسول مرضى السكر في رمضان وكيف ممكن نتفاداها أو نصححها؟ تمام، سؤال مهم جدا، لأن بيت الداء في السكري هو الطعام والشراب. لو أنا فكرنا في العادات اللي في رمضان، رمضان السنة نبدأ طعامنا بالتمر، لكن مريض السكري يعني مش لازم أن هو ياخد 7 حبات تمر أو 11 حبة تمر، واحدة أو ثلاثة يكفوا لقضاء السنة. وأن أنا أخذت تمر وحسيت أني مش مختلف عن باقي الأسرة. المشروب اللي هشربه، أشرب مية ولا أشرب مشروب قليل السكر؟ ولا للأسف بعض الناس بتشرب مشروبات سكرية محتواها سكري عالي، الفينتو أمر الدين ومشروبات تانية. نيجي بعد كده هناكل إيه؟ نبدأ إن في كتير بيقول حبدأ بشوية سمبوسك وفطائر. طبعاً دي محتوى السمبوسة والهريس واللقيمات هذا يعني مادة رمضانية كل يوم. محتواها السكري والدهني عالي. صحيح. وإحنا في رمضان ده شهر الكرم، فكل أسرة بتعمل عدد كمية ضخمة من الأكلات. وطبعاً الحديث والسنة والتوصية الثلث لطعامك، الثلث لشرابك، والثلث لنفسك. صحيح. احنا لو طبقنا هذا الكلام قللنا المشروبات والمأكولات اللي فيها درجة عالية من النشويات. صحيح. ومن الدهون، يعني يبقى في رمضان بالنسبة لنا شهر ممتاز. لا يجب ان ننهي الصيام باحتفال عيد يوميا. صحيح. طيب دكتور سؤال، إذا الشخص يعني واصل مرحلة من الصيام باقي له تقريبا 5 دقائق على الأذان، 10 دقائق على الأذان، ويتنوبة السكري، شو يسوي؟ خليني أسألك السؤال. لو أنا قلت لك دلوقتي أنا عندي هبوط سكري وإحنا قاعدين مع بعض في نفس الغرفة، هتسرع وتديني حاجة أكلها ولا هتقولي استنى ربع ساعة؟ لا أكيد أكيد نجيب لك في حزتها دكتور، يعني ما نتأخر فيها.
فمش لازم ربنا مدينا الرخصة وربنا ربنا الرحمن الرحيم مدينا ترخيص ومفيش أحد أحلنا على الإنسان من رسول الله سبحانه وتعالى. وبالتالي أنا ليه أضع نفسي في تهلكة؟ صحيح طبعا صحيح. يعني في فرق بين 5 دقائق وفي فرق بين 1. احنا للأسف بنشوف النقطة دي كتير كتير من مرضانا في بلادنا العربية بيحس بالهبوط السكري ويقول هروح أخش أنام. هذا غلط خطر جدا. صحيح خطر جدا. ما بالك بقى لو كان شخص مثلا لا قدر الله يقود سيارة. أكيد صح. فإحنا اللي بننصح به الشخص عند التأكيد يعني أنا دلوقتي هنصحه عندك أعراض الهبوط اتأكد قيس وتأكد لقيت أنه هو فعلا هبوط يبقى أمر الله. طيب دكتور نحن شاكرين لك هذه المعلومات كلها إن شاء الله وتكون معانا في خلال شهر رمضان الوقت اللي يناسبك إن شاء الله ونبعد المستمعين للتواصل وحضور فعاليات السكري في رمضان من قسم الغدد الصماء في المستشفى وقسم التغذية كل يوم 2 و4 في مستشفى دبي يشرفونا هيلاقوا معلومات ممتازة تهمهم وتهم أصدقائهم وأقاربهم. شكرا لك دكتور محمد حسنين استشاري أول غدد صماء بمستشفى دبي. شكرا جزيلا. شكرا لك. نهارك سعيد. طيب دكتورة يعني في حد يقول السلام عليكم ابني مولود جديد يعاني من التهاب شديد جدا من آثار تغيير الحفاضات هل هنالك كريم معين يساعد على تخفيف الإصابات الالتهابات ووصل الأمر لنزول الدم مع العلم جربت الكريم الخاص بالرضع ولم يساعد كذلك ووقفت استخدم أنواع الوايبس كامل فقط أدهن فازلين وحتى أحمم وما شاء الله تفاصيل وايد عطت لنا بدون أي نوع من الشامبو أو المهم أنت فهمت السالفة للأسف يمكن ما يصادف أعرف ردكم وصلت إن شاء الله شغلي ولكن الحل الإجابة تفيد غير كمان شكرا زياد هشام هنيك أول شيء إن أنت أبو ومطرش مسج بهذه الدقائق هنيك زي كذا حرمته ما أخذ التليفون لا هو ما بطرش باسم زوجها هنيك زي ردي عليه ما عندنا وقت الحين نقول له جواب زين أخوي زياد شوف في حالة التهاب الحفاظ ترى أحيانا وايد يكون في فطريات مع التهاب الحفاظ فحنا دائما شو ننصح يكون عندك 3 أنواع من الكريمات كريم أو شيء للفطريات تستعمله 3 إلى 4 مرات في اليوم بعدين يكون عندك كريم كريم الحروق المعروف أنا ما بقول اسمع الهواء المعروف إحنا ينباع في 8 أكسر أوكي واضح حطه 2 إلى 3 مرات بعدين تستخدم الكريم الواقي اللي هو فيه الزنك الكريمات الزنك فيه علبها رمادية بعد تستخدمها بس يبالي أقول لك كيف تستخدمها بالضبط بعد الفاصل فاصل وراجعين صحة وسعادة سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعي الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبرعاية دكتور نيوتريشن قبل الفاصل بغيت تكملين موضوع دكتورة شو كان الموضوع؟ أيوه لا اللي كانت تقول عن الكريمات زين فكريم يكون مع الحروق المعروف هذا وكريم الفطريات وكريم الفيز زنك فشو نسوي إحنا؟ تكرون كل تبديلة حفاظ نسوي تبادل نحط أول شيء كريم الفطريات بعد 5 إلى 10 دقائق نحط كريم الفيز زنك أوكي أول تبديلة ثاني تبديلة الحفاظ نحط كريم الحروق 5 إلى 10 دقائق بعدين نحط كريم اللي هو الفيز زنك ولما نحط كريم هالفيز زنك نكون كريمين شوي يعني غطوا المكان كامل لأن شو فايدة كريم الزنك هذا يسوي مثل حاجز ما بين تكرمون إفرازات البيبي وما بين الجلد فشو الفكرة ليش نقول دائما تراوي 5 إلى 10 دقائق نبال الجسم يمتص أول شيء المادة الدوائية الموجودة في الكريمين كريم الفطريات وكريم الحروق بعدين نحط فوقه الكريم الواقي سووا شيء وإن شاء الله وإن شاء الله مثل السحر بتشوفون يخف وايد ولكن إذا الحالة جدا شديدة مثل ما قالت الأخ أنه ينزل دم خلي دكتور أول شيء يشوف نقيم الحالة بس هالعلاج إن شاء الله راح يفيدك وبالسلامة زين دكتورة اليوم ما كحيتي مول اليوم بس أشرب ماي استعدادا لرمضان ما دخنتي شيء اليوم
يعني دخنتي قصدي. دخنت. لا. زين، نحن نتكلم اليوم عن الإقلاع عن التدخين، ونتكلم عن نصائح مفيدة لاستغلال شهر رمضان الفضيل إن شاء الله في كفرصة للإقلاع عن التدخين. معانا الدكتور محمد الدسوقي، أخصائي طب الأسرة في قطاع خدمات الرعاية الصحية الأولية. ودكتور، يعني أنت عندك يعني باع كبير مع المدخنين في هذا المجال، فخلنا نتحدث أول شيء عن عيادات الإقلاع عن التدخين في هيئة الصحة، بما أنكم أنتم زملاء كلكم ويا بعض قطاع الرعاية الصحية، فالموضوع عندكم أنتم اليوم. تفضل دكتور. أنا بحييكم على هذا اللقاء، وموضوع الإقلاع عن التدخين موضوع مهم للغاية. عندنا في هيئة الصحة دبي الحمد لله عندنا عيادتين للإقلاع عن التدخين موجودة في الطوار والبرشة، والعيادات دي بتشتغل صباحا ومساء. صحيح. وهذا سهل كثير على المريدين للإقلاع عن التدخين، وسهل على الأطباء الزملاء تحويل الحالات، وأصبح لكل مدخن وقت كافي يستطيع أنه يراجع الطبيب وياخد وقته معاه ويضع خطة مبرمجة لمعرفة الوسيلة المناسبة لكل شخص للإقلاع عن التدخين. ممتاز. وهي الخدمة موجودة من 2010، وكل شوية بنطور فيها ونزود عدد العيادات. حاليا عندنا 4 عيادات صباحا ومساء، وأصبح الأطباء ما بين رجال ونساء كمان. يعني عشان تحل الخيارات للمتعاملين، حابك الحرمة حابة تشوف حرمة، الطبيبة حرمة، أو ريال حابة تشوف طبيب ريال. حرمة ليش تدخل جقارة بعد؟ لا، هي موجود، وننوه إنه النساء بيكونوا أكثر إدمانا على وتكون الحالات بتاعتهم أصعب شوية. سبحان الله. الدكتور تخيل قبل يوم صغارية يوم المراهقين يدخلون إنه شو يبغون يسوون ريايل. نعم. الحين البنية شو تبغى تسوي؟ حرمة يعني؟ لا، هو هي 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 بتبتدي بالبداية برضو بأنها بتماثل شيء من أصدقائها أو صديقاتها أو اللي شافتهم في التلفزيون، الممثلين الممثلات، وبعدين مجرد أنها تقع في الخطأ وهو بداية التدخين بيبدأ يدخل في مسألة إدمان وعادة. صحيح. كم دكتور دسوقي، كم عدد الحالات تقريبا اللي تسلمها عيادات الإقلاع عن التدخين؟ احنا سنويا بنستقبل تقريبا من 200 ل 300، بتتراوح أعداد. طبعا في حالات كتير معظم الأطباء بيحولوا، ولكن دايما المدخن بيتردد. صحيح. فجزء منهم بيحجز موعد ونتصل بيه وبرضو ما يجيش. فدول يجب أن احنا ما نيأس. صحيح. العدد ليس كبير جدا، ولكن وجوده مهم، ومع مرور الوقت سيزيد إن شاء الله. كم عدد الإقلاع منهم؟ الإقلاع احنا لحسن الحظ انه نسبة الإقلاع عندنا متماشية مع النسبة العالمية. هي بتتراوح من 10% ل 20% نسبة المقلعين، ولكن الفايدة الأكبر في انه 80% الباقيين دول اصبحوا عندهم فكرة انه في عيادة للإقلاع عن التدخين. صحيح. لانه الدراسات اثبتت انه المقلع قد يحاول 10 مرات لكي ينجح، فإحنا نبقى وراه إنه يحاول مرة واثنين وثلاثة. فوجود الخدمة في حد ذاتها خدمة كبيرة للمقلعين. أنت الدكتور قلت لي إن النساء شوية أصعب في عملية ترك التدخين. نعم. ليش؟ أولا ليها عوامل متعددة. الحاجة الأولى إنه نسبة اللي بيظهروا منهم وعندهم الشجاعة ان هم يروحوا عيادة التدخين بيكونوا من الناس اللي بيستهلكوا كمية كبيرة من السجائر لمدة طويلة جدا، وبتبدأ صحتهم تتأثر. أو مشكلة لها الحرمة تعلق على شيء بعد، مصيبة دكتور. طبعا هو حين الريال لو قلت لأقلع عن التدخين يقول لك شو بيقول الحرمة؟ هاي هوايتي الوحيدة وتمين تحرميني الحين منها، وأنا ما أروح مكان وما عندي لها الجقار. لا بس أنا يعني في هذا الصدد بحيي كل النساء اللي بيكون عندهم الشجاعة اللي بيظهروا في عيادة الأقلع عن التدخين، لأنه ده شجاعة كبيرة جدا. ووجودهم وانهم يتعرضوا انه ازاي واحدة ست ومدخنة، بس ده بيكون بداية طريق العلاج. بس دكتور دسوقي، بما انا ذكرت ان احنا نشجع الناس ان يزورون العيادات، لو ممكن بس تعطيهم لمحة بسيطة عن كيف التجهيز العيادة، انك فيه خصوصية جدا جدا كبيرة خصوصا عندنا في المركز، شو سوينا العيادة عشان تكون منعزلة عن باقي العيادات، فيه خصوصية تامة. نعم، هي نقطة مهمة للغاية. عندنا في العيادات عملوا عيادة مخصوصة في مكان خاص داخل العيادة، حتى في البرشة نقلناها للدور الثاني
في مكان بعيد عن الويلنس، جنب الويلنس كلينيك يعني منعزلة، بحيث ان الشخص لا يشعر بالحرج في وجوده مع الطبيب. الحاجة الاخرى انه بنديله وقت كافي جدا بحيث يقدر يتكلم مع الطبيب ويقدر يتم تقييمه، وكذلك في عيادة الطوار. فمعظم المرضى حتى بنسألهم بعد هل بتشعر بالخصوصية، معظمهم بيقول انه طبعا ما في حد شايفني وحاسس صحيح. ان انا ما في حد يعرف انا جاي لي. صحيح. طيب صحيح. حد كاتب لي حرام عليك الحرمة مظلومة. نعم. زين دكتور، ناخذ هذه المداخلة من بوحمد. بوحمد تفضل. خير على ضيوفك. طال عمرك. أول حاجة بالنسبة للتدخين، كانت راجعتنا العيادة كان في عندنا الحبوب الجمبريكس أو حاجة اسمها نسيتها والله. نعم. لكن كان يعني أنا قضية الاستبيان من هذا كانت تعمل يعني مثل ما أقول يعني حاجة نفسية، سواء عرق أو تعمل حاجة من الاكتئاب وكذا، وكلمتهم أكثر مرة وما زال. لكن في أشياء بديلة في موجودة أتمنى تتوفر، مثل الأزقاد، مثل الأشياء الجديدة هذه اللي وصلت، بحيث أنها يعني يعني قد ما تمشي هذه الحبوب صحيح. مع زيت ممكن النفقات تكون أفضل، خاصة في رمضان. ممتاز. الألكة كذلك أتمنى أنها موجودة، مع أنها موجودة في السوق لكن مكلفة ويشتغلونها بشكل كبير يعني الموردين. رغم اثنين، أتمنى أن يكون في دور لطلبة المدارس خاصة مرحلة المراهقة. سبقتني أنت على سؤال كنت بسأل الدكتور. مراكز المولات. صحيح. المولات تكون يعني لهم دور، يعني هم مقصرين، لكن أنت اليوم يعني من وين يبدأ؟ خلينا نقول من الإعدادية تبدأ هذه الأندية الرياضية، عندك طال عمرك المولات يكون فيها، المدارس بالذات يعني تعمل يعني بحيث أن التوعية بمخاطره، بحيث انه يعني ما يدخل في هذا المجال وبعدين الخروج. واضح واضح يا محمد. بسألك سؤال، انت كنت تدخن وتركت التدخين ولا؟ والله كنت ادخن وخففت كثير، لكن انا بعد ما تركتها اللي كانت موجوده لا بس خففت الحمد لله، لكن الحبوب اللي موجوده كانت بصراحه يعني اكثر من شخص جربناها تعمل لك يعني ارتباك، يعني يعني تشتغل على سلبي على النفسيات، عدم النوم، في اضطرابات تكون موجوده. صحيح. هذه نقطه مهمه. لكن انا اتمنى ان تكون اشياء بديله ان شاء الله. يعني حتى في رمضان اللسكه وايد انا جربته زين، وعده الاشياء البديله تكون جيده يعني، لكن اتمنى التوعيه خاصة في المدارس هذه المرحلة هذه. أقول لك شغلة أبو حمد، أنت قرر أنك أنت بتوقف، صدقني لا تقول لي لزقات ولا علكات ولا شيء، هذا بس خذ القرار أبو حمد وتوكل على الله. أيوة. وعندك أيوة. رمضان جاي أيوة. بعد توكل أيوة. على الله. أيوة. أيوة. لكن ما بعذر يعني. صحيح. عموما جزاك الله خير على النصيحة، لكن يعني أتمنى تكون في أشياء يعني تكون، وبعدين اللي فيدباك من هذا يعني يأخذ مأخذ الجد. أتمنى من هيئة الصحة الأدوية الجديدة، أنا أتكلم عام الحين مش عن هذا التدخين. ألو نسمعك أخوي تفضل. محمد استعيلي بس عشان نعطي الدكتور فرصة، بس إذا نزلت أدوية جديدة يعني نزلت وبدأ استخدامها هذه الأدوية، أتمنى يكون في أو طرق علاج جديدة، فيدباك من الشخص متابعته يعني بعض، هل هي مثلا جابت نتيجة ما جابت نتيجة، لها أثر سلبية، خاصة الأدوية اللي واضح بحيث أنك أنت يعني تستفيد من الكم الأكبر، ومن الناس يعانون من مثلا من أو يضطرون لاستخدام هذا. جزاك الله خير وسمحونا. شكرا لك محمد. شكرا. دكتور محمد تطرق لمسألة جدا مهمة، هي مسألة أن بعض العلاجات قد تسبب يعني أمراض نفسية مثل الاكتئاب منها كذا، هل هذه بالفعل أن للعلاج؟ هذا واحد. اثنين، يعني أنا لاحظ أن مسألة أن ربط عملية ترك التدخين بمثل وجود هذه العلاج، مثل اللصقة هذه ولا العلكة ولا هذه الشغلات، على أساس أنه ممكن تساعدني على عملية ترك التدخين، في حين أنه أنا أعتقد أن هذا مجرد قرار أنت تتخذه وتنفذه. إذا عندك الجرأة أنك أنت تأخذ قرارات وتدرب نفسك أنك أنت تأخذ القرارات وتنفذها وتلتزم فيها. نعم. والله هو أبو حمد تطرق إلى موضوعين، الموضوع الأول موضوع وجود بدائل، وده أنا ببشره إن إحنا عندنا البدائل موجودة،
وعندنا كل أنواع اللصقات بقوتها الثلاثة ومتاحة في العيادتين. ومسألة اختيار العلاج بيتوقف على نوعية المريض. اللي يناسب للمريض الأول قد لا يناسب للمريض الثاني. وبالنسبة للأعراض الجانبية درس هاي الأدوية بشكل مكثف، والأعراض الجانبية طفيفة للغاية ولا تجعلنا نتوقف عن استخدامها. ده شيء. الشيء الآخر، النقطة اللي حضرتك أثرتها، الإرادة. الإرادة دي إحنا بنعتبرها هي البيزس، هي القاعدة أكيد. اللي بنبني عليها أكيد. ولكن معظم المدخنين بيعانوا من أعراض الانسحاب في الأيام الأولى صحيح. وهو ده دورنا الرئيسي ودور الأدوية إنها تساعده في تحمل تلك الأعراض لأنه كان سابقا عندما يتعرض الشخص لأعراض الانسحاب يعود إلى السيجارة مرة أخرى. لما بنديله هذه الأدوية بنخلي أعراض الانسحاب طفيفة جدا محتملة، فهو بيشعر بسعادة وبيشعر أنه محاولته المرة دي غير محاولته المرة السابقة بإرادته فقط. فإحنا داعمين بلا شك إرادة الشخص فوق كل شيء. ليه؟ لأنه الدواء هيقعد شهر اثنين ثلاثة وبعدين هنتركه بلا دواء. فإحنا في العيادة لا نعطي دواء فقط، ولكن بنعطي جلسات بنسميها التعديل السلوكي. نخلي الشخص ندربه على أشياء تجعله يتخلص من تلك العادة. لأن جزء السلوك دكتور دسوقي مهمة جدا، يعني التدخين 30% من التعود و 70% عبارة عن سلوكيات نعم. مرتبطة بالتدخين نعم. فمثل ما كنت تفضل عندنا تعطينا محاضرات تقول لو عدلنا سلوكيات المدخن نعم. يسهل عليه أنه ينفصل عن نعم. السيجارة. يعني هدي حضرتك مثال، مثلا في عدد كبير من المدخنين بنطلب منهم أن يفصل ما بين القهوة والشاي والسيجارة. هو ما بيشوفش القهوة أو الشاي بيتذكر السيجارة أكيد. فلو قدرنا ندربه أنه يقعد أسبوع أو أسبوعين يشرب قهوة من غير سيجارة بيحصل عنده انفصال ما بين العادتين صحيح. فنقدر مع مرور الوقت ندربه على هذا. حتى لما نقول لا تروح نفس الأماكن، لا تقعد مع نعم. نفس الناس نعم. العادات المرتبطة عندك بالتدخين، الأماكن المعينة اللي متعود في الدخن نعم. البلكونة مثلا نعم. كرسي معين في البيت نقول لا تقعد عليه أو غيره عشان ما يرتبط ويرجع لك مثل نقول الحنين للسيجارة نعم. مرة كل ده أخرى. بيساعد أكيد. طيب أكيد. ما هو أفضل دواء لمعالجة أعراض الانسحاب؟ أعراض الانسحاب إحنا قلنا فيه أكثر من دواء. المتاح عندنا لصقات لصقات النيكوتين بقوتها 7 و14 و21 حسب درجة الإدمان، هي دي اللي بتدي جرعة بسيطة ومقننة من النيكوتين للشخص لحد ما يبدأ ينسحب من العادة. جميل. عندي شباب في البيت عندهم شراهة في التدخين، وشو الحل وياهم؟ أمنعهم التدخين؟ لا، يزورون دكتور دسوقي في العيادة، يتفضلوا في العيادة ويقولنا في أي وقت وإحنا صحيح. بندرس حالتهم وبنساعدهم صحيح. إن شاء الله. السلام عليكم. سلامي لكم والأطباء الكرام. هل الإقلاع عن الشيشة نفس خطوات السجائر، وهل الضرر أقل؟ هو اختلف العلماء في مسألة الفرق بين الشيشة والسجائر، كلاهما مضر، ولكن خطوات الإقلاع فيها شوية اختلافات نظرا لأن الشيشة اللي بيعملها في معظم الأحيان بتكون بشكل يومي مرة أو مرتين، غير السيجارة لما بتبقى 20 أو 30 مرة. ومعاك في كل مكان في السيارة في البيت. الشيشة بتحتاج إجراءات إنه الشخص ممكن يتحرك يروح لمكان أو يجهز صحيح. أشياء صحيح. فبيكون الخلاص منها أسهل شوي، ولكن الضرر تقريبا شبه متقارب. هذا أحمد يقول موضوع التدخين ده خطير، لي صديق مدخن قلت له ألم ترى المكتوب على علبة السجائر أن التدخين يؤدي إلى الوفاة؟ قال لي والله لو خرج لي شخص ميت من العلبة سوف أدخنها، يعني حدخنها. هاي بتشير إلى نقطة مهمة، مسألة العند. مرات الضغط بشدة على المدخن للإقلاع عن التدخين بيولد عنده نوع من الريزيستنس، المقاومة صح. فيجب أن نأخذهم باللطف وبالرفق صحيح. أكيد. عشان ما نضايق. ممتاز. السيجارة الإلكترونية هل هي فعلا تستخدم للحد من التدخين؟ لها أضرار، وقلنا على نتائج ودراسات فيها مبدئيا بدأت تطلع على أضرار كثيرة لهذه السيجارة. دكتور أنا باقي لي 4 دقائق لكن أبغى استغلها حقيقة في الحديث عن التدخين عند المراهقين، عند الصغار نعم. اللي في المدرسة نعم. تطرق لها أبو حمد يعني بشكل هذا نعم. أبغى أتكلم عن هذا الموضوع. وهل عندكم في العيادات يعني في برنامج معين مسوين حق هاي الفئة، ولا تعرف لأن الصغيروني يخاف حد يعرف انه يدخن نعم. ذاك اول على ايام، الحين عادي يدخنون قدام الناس، يدخنون عادي ما يخاف. طبعا هي مساله تدخين المراهقين مساله معقده للغايه لانه بيشترك فيها اكثر من عامل، الاسره، المدرسه، الاعلام،
بيشوف القدوة عنده أبوه خاله عمه بيدخن. في البداية بيكون عايز يجرب يشوف إيه إيه الحاجة اللي بيستخدمها هؤلاء الكبار. الحاجة الأخرى اللي بقولها للآباء والأمهات إنه وجود نيكوتين ودخان في أجواء البيت بيجعل الطفل يشم النيكوتين يتعود على ريحته، بياخد جرعة صغيرة جرعة صغيرة كل يوم، بعدين لما يجي بعد سنتين ثلاثة يجرب وكأنه حصل على ضلته لأنه كان في حاجة ناقصاه، فأول ما يبدأ يدخن يقول هو ده اللي كان ناقصني، ولذلك بيبدأ بشراهة. بنحتاج حملات توعية وده احنا بنعملها من خلال قسم برامج خدمات صحة المجتمع، وبنحتاج من المدرسين والمعلمين ان هم يدخلوا هذا الكلام في تدريسهم للأولاد التوعية، وإنه في وجود عيادة للتين إيجرز بيقولنا برضو بنساعدهم وبنديهم معلومات إزاي يتوقفوا عن التدخين، بس بتحتاج دعم من الأسرة. إنزين بالنسبة للأسرة دكتور دسوقي، على السريع لما نقول لو الأم اكتشفت أن الطفل عندها يدخن أو الولد يعني مراهق يدخن، شو التصرف الصحيح؟ طراق. لا هذا ما نبغى نقول، هذا الطراق اللي ما نبغى. هاي العنف في التعامل مع الأولاد في هذا السن ليس مستحبا وما بمصلحته أصلا، يعاند أكثر أتوقع. نعم يعاند أكثر، فأما يؤخذ بالرفق، ولذلك قيل زمان ما اقترن الرفق بشيء إلا زانه. صحيح صحيح. فإحنا لازم نرفق بالأولاد وخاصة في هذا السن لأنه هو بيبقى عنيد وعايز يبقى ذو شخصية، فناخده بالرفق ونحاول نساعده. إيه لأن بالطراق بيدوخ زيادة بعد. نعم إيه. نعم. عموما رمضان فرصة عظيمة للإقلاع عن التدخين، الله يهدي المدخنين. آمين. صحيح يا ليلى أو ليالي. أتوقع ما ده مدخن يقدر يمسك نفسه 12 أو 14 ساعة من الصيام، يعني هو قادر على الإقلاع عن التدخين، ولكن يبقى مثل نقول دفعه الى الامام. دكتور المشكله انا اشوفها يعني عند اصحابنا المدخنين، اول ما ياذن الدخان أيوة اول شيء، وقبل السحور شاف طلع اربع خمس دقائر ورا بعض، هذه مشكله. مظبوط. أيوة. مظبوط. ما هي لانه هو الطبيعي انه اثناء اليوم في الصيام نسبه النيكوتين بتقل بتقل تدريجيا، زي الشخص اللي بينام تلاقي المدخن المدمن أول ما يصحى من النوم على طول على طول، أو فهو على السرير. إذا استطاع أن يقاوم أول سيجارة بعد الإفطار إذا استطاع أن يؤجلها ولو لفترة دي يكون بداية الطريق الصحيح، لأنه بيكسر العادة. إحنا ربنا أنعم علينا بشهر رمضان، صح، إنه شهر العبادة، حتى بتلاحظ إنه كثير من المدخنين بيقول إزاي أدخن وأروح أصلي. إذن وجودك في الصلاة في المسجد ومراعاتك للشعائر في شهر رمضان بتساعدك في انها تخلصك من هذه الحاجة. ممنوع التدخين والسيجارة متوفرة في كل مكان، يعني انت تبيع لي وانت تقاضيني. كيف محمد ان شاء الله يعني سمعنا، ما ادري هل هذا الكلام سوف يتم تطبيقه او لا، يعني مع نهاية السنة هذه الدكتور انه راح ترتفع الضرائب او الجمارك على التدخين على السجاير وعلى المشروبات الغازية، اظن 200% ولا 100% ما ادري كم النسبة، هذا الكلام صح؟ نحن نتمنى أن يكون طبعا موجود. نتمنى لأنه دي أحد الوسائل اللي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية في أنها أحد الوسائل اللي بتقلل. إن شاء الله الباكيت بمية يبيعون عليكم. نعم. في حد يسأل العيادة وين مكانها، بس بقول العيادة وين مكانها، في البرشة الاثنين مساء والثلاثة صباحا. اتصلوا على رقم العيادة 0504-502-3300 اثنين مساء والثلاثة صباح الموجودة العيادة في البرشة. نحن شاكرين لك دكتور محمد دسوقي أخصائي طب الأسرة قطاع خدمات الرعاية الصحية الأولية، حدثنا اليوم عن هذه العيادات، وإن شاء الله في رمضان بتكون لنا لقاءات قادمة. شكرا لك دكتور. شكرا جزيلا. شكرا لكم. كل عام وانتم بخير. شكرا لك دكتور ندى الملة. شكرا لكم. وأيضا شكرا لك يا ميرا الغفلي. ميرا اليوم آخر حلقة، ها بعدين وين أسبوع ما بتينا ولا شو؟ أسبوع ها؟ انزين. ميثا مشكوره، ودعي لنا عاده في العمره سيارة العمره هي، دعي لنا ميثا بن بيات بعد شكرا لك، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف، وحتى نلتقي. لا انت باكر اخر حلقه مو باليوم، اليوم باكر سايره، ادعي لنا سوي دعاء مثل ما يلا جزاكم الله خير مشكورين، وان شاء الله نشوفكم باكر. تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، ودمتم بصحه وسعاده. دمتم بصحه وسعاده. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.